فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني، من آذاها في حياتي كمن آذاها في مماتي. ها، ويوصي على الزهرة. والنبي لما يقبر الجرح لما يندمل، اكو روايات أن النبي عطلت جنازته 3 أيام، يعني يهجمون على الزهرة والنبي لما يدفن ما دفن النبي. ها، أمير المؤمنين مشغول. عندنا كم جنازة احنا عند أهل البيت تعطلت 3 أيام؟ أذكركم جنازة على السطح عند الإمام، إلى الإمام الجواد، 3 أيام بلياليها معطلة. هذه واحدة. جنازة الثانية جنازة الإمام الكاظم على جسر الرصافة، الروايات تقول، معظم الروايات أنه بقي 3 أيام بلياليها. والجنازة الثالثة تعرفون وين؟ في كربلاء. ضلوعها مهشمة، جثة بلا راس، 3 أيام بالليالي. والجنازة الرابعة جنازة المصطفى، وهي مصيبة. النبي لما يقبر وإذا بالزهراء يهجم عليها دارها، وتعصر بين الباب والجدار، يقول هذا بابي وحجاب الزهراء حجابي، وإذا بالباب يطرق عنوان. الله أكبر يا فاطمة. طلعت من وراء الباب تقول من الطارق؟ قال اللعين، ما لابن عمك قد أوردك الجواب، وين علي؟ قالت إن الذي أوردني الجواب قبحك يا ظالم. قال إلها قولي لعلي أن يخرج ويبايع، وإلا أضرمنا الدار نارا. أسألكم مؤمنين ومؤمنات، يمكن مر عليكم، الله يبعد عنكم السوء، أنا تشوفون حريق في بيت، ها؟ شي يصير بأهل الدار؟ تسمع الضجة، الأطفال والنساء، ها؟ والناس كلها تلتم عليهم. باب الزهراء احترق، آخر المدينة، آخر المدينة يراد خان باب الزهراء. إش حالة الحسن والحسين وزينة؟ تقول الرواية كل واحد محتضن الثاني ويناديان وأمه. لزمت الباب فاطمة، يقول أردت أن أفتح الباب فكأنه صار مع الجدار. هذه معصومة، ترى اليد اللي على الباب مثل يد أمير المؤمنين، معصومة الزهراء، ما يقدرون يفتحون الباب. بانت أناملها من شقوق الباب، استل صوتا من محزم قنفذ، وأخذ يلوعها على أناملها. يعز عليكم يا شيعة، يعز عليكم، لكن بقول لك، ها ألفت عنايك حبيبي، اسمع، الزهراء لما رفعت إيدها ترى ما ألمها الصوت، مو من الألام. ليش رفعت إيدها؟ هذول أهل بيت يتحملون الألم، وأمير المؤمنين راسه مشقوق نصفين وينادي فزت ورب الكعبة. ولدها الحسين بكربلاء سهم مثلث يطلع من قفاه ويقول بسم الله وبالله، ما قال ليش رفعتين إيدك مولاتي؟ قالت إذا ضربوني على الأصابع يعني شافوا أناملي، والأجنبي شاف إيدي ما ترضى الزهراء لكنها لاذت وراء الباب. رعاية للستر والحجاب فمذ رأوها عصرها عصرا، كادت بنفسي أن تموت حسرة، رفعت يدها لاذت بين الباب والجدار، أقرب مكان لأنها ما عليها حجاب، امرأة في دارها. يقول اللعين أحسست بفاطمة بين الباب والجدار، سيدي يا صاحب الزمان ثارك
يقول أسندت ظهري إلى الجدار ورجلي إلى الباب وعصرها عصرا. يقول كاد قلبي أن يلين، سمع ضلوع تتكسر والزهرة تقول آه وأبتاه. يقول كاد قلبي أن يلين لكن تذكرت فتك علي بقريش، فأخذت وضع رجلي على الباب وأعصرها. حتى تكسرت أضلاعه ونبت المسمار في صدرها. هذا المسمار إليه حكاية ويا الزهراء. اسمع اسمع، تقول في الظلم ما طلعوا بأمير المؤمنين أشوف الدار خالية، الحسن والحسين وزينب في زاوية من زوايا الدار، وين الزهراء؟ تقول جيت أدور فاطمة وإذا أسمع أنين من وراء الباب وحدة تصيح. المسمار بصدر أمنا الزهراء ما تقدر تتحرك. تقول فضة فتحت الباب فوقعت مولاتي على وجهها. تقول جلست حتى أخذها إلى صدري، وضعت يدي على صدرها وإذا بها تقول آه يا فضة. تقول رفعت يدي أطالحها وإذا دماء فاطمة في يدي. أرجعك إلى المصيبة، أرجعك إلى المصيبة. يقول اللعين عند ذلك انفتح الباب، طلعت علي الزهراء بوجه أعشى بصري نوره، رفع يده ليتها شلت وضرب الزهراء على عينها. وسيدتا آهن عليك يا فاطمة خلف الباب تبكي وتؤن وتنادي آه كسر وتنادي آه أسقط جنيني. شو تقول فاطمة؟ تهيئ إلى المصيبة، مأجور مأجور. تقول ما قال أبويا بيت أبو الحسنين بيتي، وما قال بالزهرة احفظوني عقب موتي، وخر يا ظالم لا تسمع الناس صوتي، والحطب خلف الباب ليش مجمعين؟ قالها بشب النار، قالت شبها عليك وارحل يا خاين بالعهد للنار تصليك. قالها بطب الدار، قالت ما أخليك، شافت مصروا لزمت الباب الحزين. بانت أناملها وخد صوتها وضربها وضربها وحط قوته بالباب يا شيعة وعصرها. إيه اسمع اسمع اسمع، بيألمك بعد هالبيت شوية. وزينب تشوفه وقامت تدافي عن أمها، طاحت وطاح الحمل منها مسقطين. أين المنادون وفاطمة؟ طلعوا بأمير المؤمنين ملبب الحبال في عنقه، كالبعير المغشوش
اجت فضة تسألها سيدتي ومولاتي لقد خرجوا بعلي. شلون مر علي يا فضة؟ قالت مر وهو منكس الراس. قالت خذوني إليه، عضدوا إليه. المرأة اللي تسقط حملها، الله لا يروع النساء، لكن اللي تسقط حملها ما تقدر تقوم، هذه أشد من اللي توضع. قالت سيدتي وين تروحين؟ قالت إذا ما أروح إلى علي يقتلونا، يتمون أولادي. عضدوا لفاطمة، الحسن عن يمينها، الحسين عن شمالها، لما من نساء بني هاشم طلعت وراء علي تنادي يا قوم ردوا إلي ابن عمي. التفت اللعين يا قنفذ ارجع لها، ما لنا وما للنساء. آجركم الله، رجع لها بسياطه وأخذ يؤلمها على متونها. همت بأن ترفع المقنع يا شيعة، تدل العذاب، نزلت الملائكة بين السماء والأرض، ارتفعت حيطان المدينة، نزلت الغبر في خياشيم القوم، صاح علي سلمان ارجع إلى فاطمة. قل لها لا تدعو على القوم فقد بعث النبي رحمة، فلا تكون هي نقمة عليه عليهم. أقبل سلمان يقول أنظر من بعيد وإذا الزهراء تتمايل يمينا وشمالا. فاطمة يقول لك علي، فاطمة لا تدعي على القوم فإن النبي أرسل رحمة. قالت سلمان ضربوني فصبرت، عصروني فصبرت، أسقطوني فصبرت، لكن عن علي لا صبر لي. لا يتمون أولادي، ما أرجع البيت إلا بأمير المؤمنين. شو تقول إله؟ تقول لا تلومني ضلعي انكسر بالباب. ما تدري يا سلمان العبد بي الشو، سقطني المحسين وخلى الجسد نحلة. ألا من مناد وفاطمة، رجع أمير المؤمنين مسك الزهراء من يدها جابها إلى الدار. قالت علي ودني ودني إلى أبوي المصطفى، خلني أشكي إلى سووا القوم يا أمير المؤمنين، ودني عد راسه، خلها عد راس المصطفى. اسمع الزهراء عد راس أبوها شو تقول إله؟ تقول له تدري بعدك، تدري بعدك هاني من كسرى وضلوعي. إيه ويا الزهراء، إيه ون تحتاج فاطمة في هذه الليلة. يعز عليك يا رسول الله، ماني غيرك، خذني يا الغالي لحضنك. مالي غيرك، ريت ضاع من القبر دونك. مالي غيرك، يهضموني بعد عينك. يا حبيبي تدري بعدك يهضموني، يا حبيبي على عيوني يلطموني. يا حبيبي حتى طفلي سقطوني. أجركم الله، صارت على فراش المنية هاي الليلة الزهراء على الفراش، لا تنقلب يمنة عن يسرى. الحسن والحسين في جانب
وزينب في جانب اجت الى امها اخذت راس امها في حجرها دموع زينب نازله على راس امها الزهراء تقول لها زينب شو تسوين بني لا تكسرين قلبي بني المفروض هي الام تاخذ البنت في حضنها تهدئ من روحها وانتين اليوم شايفه نار وشايفه امش تعصر بين الباب والجدار اسمع بيات الدعاء واسالكم الدعاء بين زينب وبين الزهرة شو تقول إلها تقولها يم زينب أني زينب ضنوة حادر الكرار جيت أشمد اللطمة واحضن بضعة المختار لشوفت وجهك الطاهر روحش كثر والهانة وخاف انظر لعيونك واشوف العين عميانة طمنيني عن احوالك ولا تخليني حيرانة مسحي بجفك قلبي وخبريني يما الشاء أني بالحجرة كنت أسمع صوت أصيات تتلوى وكأن سمعتك تصيحين جنيني طاح بالقوة ولفى يبكي وينادي حسان يا زينب أمنا في غشوة قومي بعجل ادركها وجيبي وياك ليها خمة يعز عليك يعز عليك تسمع هذا الشطر على لسان زينب يقول أني شلت خماري عن راسي وطلعت اتبع اخويا حسين وشفت المرتضى ينحب انا شبيدي على الضلعين وبس ما لمحني امشي بلقنا ارتفع لونين ونادى حطي قناعك ولا تزيدين قلبينا أخواتنا أمهاتنا المؤمنات البنت إذا شوفت تشوفها الأم بهالحالة شو تسوي أسألكم تشوفون الأمهات أنتونها تأخذها إلى صدرها وتضمها ضمة قوية إلى ما يهدأ روحها اسمع الزهرة شو تقول تقول يا بنتي والله مشتاقة أضمك يا بعد عمري لكن للعدو الملعون بالعصر هشام صدري وعذري ماثل قبالك يا بنتي طالع وعذري من المسمار ما اقدر اسولف لك من المسمار بني يا زينب أشرت على أبو علي هو محتضن الحسن قالت زينب أني أروح عنكم لكن وصية احتفظيها إلى كربلاء يا وصية أم فاطمة قالت إلى أبو علي إذا برز في حملته الأخيرة إحنا بعدنا ما طلعنا من أيام زينب شو تقول إلى بنتها الزهراء تقول قبل ما يبرز المظلوم قبل صدره ونحره لأن قلبه بالمثله أثبش العام خرج ظهره وتالي الشمر يا زينب بيتربى على صدره ويفري من حرق باله ورجله تحفص بلوعه يا زينب سهم المثله هاته بالاصل مسمار
وبخيامك بتلهبنا رصلها من حرق داري وانت خمارك جفوفك وانا من بابي خماري قد اللي على السجاد نفسه قد حامل جا تنسى على الدار هجوم العدا مذ أضرم الباب بجزل ونار سيدي ورد من فاطمة ضلع يا الله إلهي بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها السر المستودع فيها فرج عن كل مكروب يا الله إلهي اشفي كل مريض فك قيد كل أسير يا الله إخوة الحاضرون فردا فردا المسببون لهذا الشرف العظيم احفظهم في أنفسهم ومن يلوذ بهم ومن تحوطه عنايتهم ونحن وإياهم يا الله إلى موتانا وموت المؤمنين والمؤمنات أجمعين لا سيما العلماء والأعلام الشهداء والأبرار موت المؤسسين والحاضرين رحم الله من قرأ سورة الفاتحة مع الصلوات.